السلام عليكم، هنتكلم النهارده عن الجنس والعادة السرية قبل التمرين ولا بعد التمرين وتأثيره على الأداء بتاعك في الجيم. عادة سرية. ودي الحقيقة مش دعوة لممارسة العادة السرية، لأن أنا مش هتكلم عن الجزء الديني بتاعها، أنا بتكلم من الناحية الطبية والعلمية ومن خلال الدراسات. وهنشوف في آخر الفيديو إيه الفرق بين الجنس وممارسة العادة السرية. من اشهر الجمل اللي اتقالت في الموضوع ده عندك محمد علي كلاي الله يرحمه، لما قال ان نو سكس بيفور فايت، يعني قبل الماتش اوعى تعمل تمارس جنس. عندك بعد كده مدرب روكي، سلسله روكي الشهيره بتاعه البوكس، قال لك ان الويمن ويكنز ليجز، يعني لمؤاخذه ليه الحريم بيت ايه بيضعفوا الرجلين. واحنا عارفين طبعا المثل الشهير اللي هو الحرمة بتضيع الفرمة. والممثل الشهير عادل إمام لما طلع وقال لك إيه، وأنا ركبي حديد والأهلي حديد. كلنا عارفين يمكن سمعنا أو قرينا أو تقلنا إن ممارسة الجنس أو العادة السرية قبل التمرين هتخليك طبعا رايح بتزحف على ركابك ومش قادر تلعب بالأوزان، ويا سلام بقى إيه لو عندك رجلين يبقى قابلني إذا عرفت إيه تنطع البار بالسكوات، لأن طبعا هتلاقي الطاقة بتاعتك بتقل ونسبة التستوستيرون بتبقى في الأرض، فطبعا مش هتعرف تكمل التمرين وهتبقى تعبان. ايه هو التستوستيرون؟ ده طبعا اللي هو هرمون بناء العضلات اللي موجود في الجسم عند الرجاله، ومسؤول عن القوه العضليه والجنسيه، ومن ضمن وظائفه برضه انه بيقلل تكسير الجلايكوجين اثناء التمرين اللي هو بيديك طاقه يعني وانت بتتمرن، وبيحافظ على الكالسيوم في العظام. طبعا بيعمل حاجات تانية كتيره بس احنا بنتكلم عن الحاجات اللي تخصنا في الموضوع. اول دراسه بقى عندنا بيقول لك جابوا ناس وخلوهم يبطلوا الجنس او ممارسه العاده السريه لمده حوالي مثلا 8 ايام، وبعد كده بيقيسوا طبعا نسبه التستوستيرون في الجسم يوميا، فلقوا لحد اليوم السادس زي ما ابتدينا زي ما انتهينا، مفيش اي فرق خالص. هوب في اليوم السابع راح نطت نسبه التستوستيرون فوق في السماء، وصلت 146% عن المعدل الطبيعي اللي كان موجود في الست ايام قبل كده. المفاجاه بقى ان في اليوم الثامن شكرا النسبه نزلت في الارض خالص ورجعت اقل من اللي كانت موجوده حتى في اليوم الست الاولاني. الدراسه عملها سبورتس ساينس ستادي، ودي اتعملت على ملاكم وزن تقيل اسمه كريس بيرد، وطلب منه لمده اسبوع انه يمتنع تماما عن الجنس، وابتدوا يقيسوا كل يوم حركه رجليه وقوه الضربات، واخد بالك ده ملاكم، ويشوفوا النتائج بتاعتها ويسجلوها، وطبعا قاسوا نسبه التستوستيرون. بعد اسبوع قالوا له بص يا معلم عليك بقى وايه، ارجع بقى للمدام خلاص وعوض بقى كل اللي فات وظبط حالك، وبعد كده ايه تعالوا نقيس نشوف نسبه الحاجات كلها. المفاجاه لقوا ان قوه الرجلين وقوه الضربات اقوى وزادت قوتها عن لما كان موقف الجنس، وكمان لقوا ان نسبه التستوستيرون عليت حوالي 20%. في دراسه ثانيه عندنا بتقول ان نسبه التستوستيرون ممكن تعلى في الجسم اثناء ممارسه الجنس، انما ده مش بيأثر على نسبه التستوستيرون في الجسم عامه. ليه؟ لانه بعديها بيرجع للنورمال فاليوز او للمستوى الطبيعي بتاعه. طيب نرجع بقى للبوينت المهمه جدا، ايه الفرق بين الجنس والعاده السريه؟ انا بتكلم الجنس بالنسبه للمتجوزين يعني، فطبعا الجنس احسن. ليه؟ لانه بيظبط عضله القلب وبيظبط الضغط، البروستيت جلاند اللي هي البروستاتا زي ما احنا بنقول، وما ادراكم ما البروستاتا لما ربنا يديكم الصحه كده وتتبرد هتبقوا تعرفوا. طيب الخلاصه بقى بتاعت الفيديو ده ان التوقف عن الجنس او العاده السريه لفتره قصيره ممكن يعلي نسبه التستوستيرون، والتوقف عن الجنس او العاده السريه لفترات طويله ممكن يقلل نسبه التستوستيرون. القصف او ايجاكيوليشن لا يؤثر على نسبه التستوستيرون في الجسم. والخلاصه عشان تبقى في الامان يعني لو حبكت معاك يعني مش لازم بقى قبل التمرين او بعد التمرين، يعني خليها مثلا فتره من 3 لـ5 ساعات سواء قبل او بعد، على اساس يعني تبقى في الامان ما تخطرش باي حاجه ممكن تحصل. ويا ريت يا جماعه لو حد عنده اي سؤال او استفسار يكتب لي في الكومنتات تحت او يبعت لي على صفحه الفيسبوك، وان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا سبسكرايب على اللينك اللي تحت.